ترك فلاح حماره في حقل بجوار إحدى الغابات، وكان مع الحمار ديك يلتقط طعامه من بقايا الحصاد حول الحمار. وفجأة اقترب من المكان أسد جوعان، وكان موشكا على أن يفترس الحمار. عندئذ صاح ديك صيحة عالية، ولما كانت الأسود تنزع عادة من صياح الديك فقد هرب الأسد مسرعا. أحس الحمار بفزع الأسد وفراره، فظن أن الأسد يخاف منه، فاستجمع شجاعته وانطلق وراءه ليقاتله. لكن بعد مسافة قليلة عاد إليه الأسد وأمسك به وقضى عليه. شاهد الديك ما حدث فقال لنفسه: ما هلك من عرف قدر نفسه.